والصقارنا هم شباب الغد وهم مستقبل السودان الواعد بإذن الله اللي نحن بنتكي عليهم بنحمل عليهم المسؤولية. كثير من المبادرات اللي بتقوم الآن ونحن شايفين شباب ناشطين في أعمار وتباين مختلف في وظائف مختلفة لكن بيقدموا الخير، بيعملوا أعمال كثيرة جدا من خلال منظمات المجتمع المدني، من خلال المنظمات الخيرية، من خلال التجمعات اللي ممكن تكون بين الأصدقاء. أكيد يا أنسام، ويكفي إن هم بيضعوا نقاط من ضوء من خلال تاريخ السودان، بيكفي إنه بيدون رسالة بأنه السودان لازال بخير ولازال شباب ولسه فيهم الشهامة ولسه فيهم العزيمة لأنهم يصنعوا غدا أجمل بالتأكيد. سعيدين جدا من خلال المساحة القادمة إنه يكون موجود معنا واحدة من المبادرات دي، نقطة ضوء، هي مبادرة انطلقت قبل 4 أعوام تقريبا ووضعت بصمتها من خلال المجتمع اللي كانت حاضرة في كل البيوتات السودانية، وناس كثيرة هم استفادوا من خلال نقطة ضوء. محمد إبراهيم الصحفي، مرحب بك كثير وصباح الخير عليك. صباح الخير أستاذ أمل، صباح الخير أستاذ أنسام، ومرحب بمشاهدي قناة طيب الفضائية. أستاذ محمد إبراهيم قام على رأس المبادرة وكون مجموعة من الأصدقاء المغربين بالنسبة له وعملوا حاجة جميلة قد ما يعملها كثير من الناس. الناس دي تحديدا في يوم 31 بالليل كثير من الناس بيمشوا يحتفلوا، هم احتفالهم كان مختلف، احتفالهم كان مع الفقراء والمساكين والأيتام وفاقدي السند، احتفالهم كان بطريقة خليه يحكي لنا عنها، نشوف الطريقة ذاتها جات من وين والفكرة وليه حددوا يوم 31/12. مرحب بك مجددا. مرحب بك إنسان. والله هي اصلا الفكره بدات من خلال ونسه مع مجموعه من الاصدقاء، انه ونسه كانت في واتساب بس، انه يا جماعه يا اخي احنا عندنا راس السنه دائما بترتبط في الذهنيه السودانيه وذهنيه الناس انها هي ساحه او هي مساحه ل إبراز كل السوءات الموجودة عند الشباب. أنا اقترحت على بعض الشباب إنه يا أخي ليه رأس السنة الزول عنده قروش داير يمشي يروز بيها يجيبها ونجمعها كلها ونعمل بيها شغل بتاع خير، اللي هو نتلمس حاجات الأسر المتعففة اللي هي قد ما يكون عندها قدرة في إنها تقوم تتعايش بشكل جيد مع الأوضاع المعيشية الضاغطة. المبادرة وجدت استجابة واسعة جدا من كثير جدا من شباب الإعلاميين، وإنتوا ذاتكم كنتوا جزء منها يعني قبل 4 سنة الاثنين بالذات، فهي أدت دور المطلوب. المسج أو الرسالة اللي هي عايزة توصلها، يعني رمزية الاحتفال في رأس السنة أو في يوم 31/12 من كل سنة، إنه يا أخي ثمت شباب سودانيين عندهم هموم مجتمعية قادرين إنهم يتلمسوا حاجات الناس. يعني لما تتخاذل الأدوار المؤسسية الرسمية في الحالة دي بتقوم تستنفر الأدوار الشعبية. الأدوار الشعبية بعد ذلك بيكون عندها قدرة في إنها تقوم تحرك المجتمع بشكل إيجابي، بالإضافة لأنه كثير جدا من الإعلاميين هم عندهم الرغبة الكبيرة والواسعة في إنهم هم طبعا أكثر الناس التصاقا بقضايا الناس، وأكثر الناس عندهم مقدرة في إنهم يرون ما لا يراه الآخرون. فبالمنطق ده هم عندهم إمكانية في إنهم يقدموا شكل من أشكال المساعدة للمجتمع من حوله، فنجحت بهم. أنا ذاته كنت فردي من الناس دي، يعني المبادرة كانوا قايدين ناس ثانيين، أنا ما كان عندي إلا أجر مناولة الفكرة فقط. يا سلام محمد، يعني من خلال كلامك كان فيها مجموعة من الفعاليات، لكن خلينا نتكلم عن يوم 31/12 تحديدا واليوم اللي تم من خلاله توزيع لمجموعة من الأشياء للأسر المتعففة. كلمنا عن الحاجات اللي كانت حاضرة من خلال التوزيع. والله هو يعني نحن الآن في مجتمع سوداني بيعاني أفراده من توفير أبسط مقومات الحياة، أبسط مقومات الحياة اللي هي العملية بتاعت الغطاء والغذاء. يعني المبادرة هي تحركت في المساحات دي فبيجت توفر شكل ملابس وغذاء.
يعني هي من الممكن إن ما تكون بتغطي الحاجة الكاملة لكثير جدا من الأسر وللناس ديل، وما يكون عندها القدرة في إنها تقوم قدرة الديمومة إنها تقوم تقدم كل مرة شكل من أشكال المساعدات للناس ديل. لكن بكل تأكيد هي قدرت توصل رسالة إنه يا أخي في أوساط الشباب السودانيين، يعني دائما الذهنية السودانية أو الذهنية الحولنا مرتبطة ارتباط وثيق جدا بعملية بتاعت إنه رأس السنة ده هو عبارة عن يوم لنشر المفسدة وإعلاء الشهوات البشرية، مش يبقى في خضم هذه الشهوات. تفتكر إنه في شباب عندهم القدرة إنهم يقدموا حاجة للمجتمع بتاعهم، بالإضافة لإنه هم ذاتهم استقبلوا رأس السنة يعني استقبلوا السنة الجديدة بعمل بتاع خير. إحنا في النهاية نتفق على حاجة، نتفق إنه يا أخي الإنسان هو عنده كثير جدا من الأخطاء، عنده كثير جدا من العيوب، عنده كثير جدا من الذنوب. أنا أفتكر إنه لما تأتي سانحة للزول إنه يقوم يتطهر بأي شكل من الأشكال، إنه يا أخي محتاج لشكل بتاع توازن داخلي. يعني أنت ممكن تعمل ذنوب كثيرة، ممكن تعمل أخطاء كثيرة في حياتك، أنت ذاتك محتاج إنك بينك وبين نفسك تحس إنك قدمت عمل دي ممكن كويس. تكون فرصة من ذهب تيجي لكثير من الشباب. طبعاً. خلينا نذكر كل الناس اللي بتتابعنا وبتتواصل معنا الآن من خلال مساحة الحوار نقطة ضوء، واحدة من المبادرات الشبابية كانت بين أصدقاء الناس اللي حابة تتواصل معنا من خلال رسائل عبر رقم الواتساب 0123-50-158، أو كمان ممكن تكلمونا على 0922-99-09-99، أو كمان ممكن تكلمونا على 0183-43-87-99. لكن خليني أستاذ محمد ننتقل بك للفكرة، ومن خلال تواصلي في السوشيال ميديا الناس برضو بتتابعنا من خلال السوشيال ميديا، ممكن تكلمونا عبر صفحة صباحات طيبة متابعتي والبث المباشر كمان www.taiba.tv. من خلال تواجدي في السوشيال ميديا وفي صفحتك تحديد صفحة الأستاذ الصحفي محمد إبراهيم، نزلت الفكرة تحت النقطة الضوء ووريت الناس لأي مدى لقيت التجاوب بتاع الشباب، رغم إنه الشباب كله عايز يعيش لحظة، عايز يحتفل بطريقة مختلفة. كان في تجاوب ما بين الشباب؟ حسيت في تباين ما بين الأعمار، ما بين الناس اللي اتقبلت الفكرة؟ والله ممكن 99% من الناس اللي تقبلوا الفكرة هم شباب وبالذات طلاب جامعيين. يا سلام. أي يعني نحن ذاته محاكمة الجيل ده بأنه هو جيل فاسد وأنه هو الجيل الحالي، يعني أتكلم عن جيل الجامعات الحالي اللي هو الجيل البقع على عاتقه صياغة مستقبل السودان لقدام. لا. أنا أفتكر أنه الجيل ده جيل واعي جدا بمطلوباته باستحقاقاته، هو عنده قدرة على التغيير الإيجابي. القدرة دي ما اتولدت ما بين يوم وليلة، ده كان نتيجة حتمية جدا لأنه الجيل ده هو مطلع بشكل كبير جدا واسع على حقوقه وعلى واجباته من خلال انفتاحه على الثقافات الأجنبية، من خلال انفتاحه على، يعني احنا في فترة من الفترات تخوفنا شديد من الجيل ده بأنه انفتاحه على الثقافات الأخرى يمكن أن يؤثر تأثير سلبي، أو ممكن أن يقدم كثير جدا من القيم المجتمعية السودانية. لكن أفتكر أنه الجيل ده كان عنده مقدرة في أنه يعلي من القيم الإنسانية اللي هو قاعد يتلمسها في الحالات الإنسانية، الأيقونات الإنسانية العالمية وعمل الخير، في أنه يكون عنده قدرة على أنه يغير تغيير إيجابي، في أنه عنده قدرة أنه يستشعر آلام الناس، في أنه عنده قدرة أنه يعرف حقوقه وين، واجباته وين، وافترض أنه يعمل شنو وما يعمل شنو، تجاه المجتمع وتجاه نفسه رغم يعني الحاجات الممكن أن زول يشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي وصفه بالهايف وغيره وكده. أنا أفتكر إنه ذاته من الظلم لكل الأجيال الموجودة الآن محاكمته بالعقلية أو بالذهنية القديمة، لأنه أي جيل عنده مطلوبات وعنده أدوات وعنده اشتراطات وجوده وبقائه وعنده أحلام وعنده آلام وعنده طرق التعبير عن الحاجات دي. أفتكر إنه الجيل الحالي رغم ما قد يبدو عليه
يعني احنا بالبلدي السوداني كده بنشوف انه الجيل الحالي مفلفل شعره لابس بناطلين اصله بتاع حاجات زي دي لابس الدينو حقنه وحاجات زي دي طوالي من النظره الاولى نحن بطوالي قاعدين نحكم عليه بانه هذا الجيل فاسد لكن لما تاتي الملمات ولما ياتي الحوجه الحقيقيه لهذا الجيل هم الذين يتصدرون المشهد بأي شكل من الأشكال سواء كانت تحديات اجتماعية أو اقتصادية أو حتى سياسية أو رغبات في التغيير الأفضل. واحدة من الأشياء اللي مميزة جدا أستاذ محمد بأنه نحن بنتقبل الأشياء اللي ممكن تكون بالنسبة لنا فكرة جديدة بصدر رحب، دي واحدة برضو من المميزات للجيل الحالي بأنه ما بياخذ الأمور بعقلية نمطية، يعني ممكن نقول انها هي اتخذت مجموعه من السنوات. انا عاوز اتكلم معك في نقطه محدده استاذ محمد، يعني اي مبادره بالتاكيد هي بيكون عندها خطط مستقبليه، بيكون عندها تطور، شنو التطور اللي مشت فيه نقطه ضوء والحاجات اللي بتامل انها هي تجيها في مقبل الايام؟ والله هي يا استاذه امل الحاجه دي هي يوم واحد في السنه الأفكار، يعني ممكن يكون أيوة. في ناس جداد عاوزين تدخلوهم غير الإعلاميين، ممكن يكون في مشاركين تانين، في منظمات انضمت لأنها هي تكون مشاركة في سواء كان في المواد سواء كان في مجموعة من الأشياء الأخرى. خلينا محمد قبل ما نرد على الاتصال على السؤال نمشي للاتصال. ألو مرحبا، كيف نتيجة الطيبة؟ يا مرحبا بك، التحية لك. التحية لك وانتو كمان برضه يا هيثم. هيثم أهلا بك، كيفك؟ الحمد لله. أنا مصعب محمد بخيت بلال من الفجر وأسفح كان فيكم. أم مصعب؟ هاي أهلا بك، أحييكم وحيي أمل وحيي كل العاملين في إذاعة الطيبة. بنحييك نحن كمان، تسلم يا رب، تفضل. الله يسلمك. ها كل سنة أنتم طيبين ولكم التهنئة كلها والازدهار والتفوق. اللهم آمين، تسلم يا رب. أحيي كل الممثلين والمبدعين كلهم في الإذاعة، هم كمان بيحيوكي كل التيم. الله يسلمك، حيي كل المخرجين وحييكم انت تحية خاصة. رأيك شنو في السنة الجديدة واحتفالاتك بها؟ كيف بيعطوا طريقة وناوية تعمل شنو فيها؟ والله السنة الجديدة سمحة والله. السماء بدت. نتمنى انها تكون سمحة ان شاء الله. ان شاء الله. متفائلة. نتمنى انها تكون سمحة يوم مصعب. سمحة والله. يعني متفائلة بها خير، مستبشرة. والأمان وأمن مصعب كله. مصعب متفائل بها وخير إن شاء الله. مصعب ولا أم مصعب يا جماعة؟ هاي مصعب متفائل خير بالسنة الجديدة. السنة الجديدة سمحة والله. إن شاء الله تكون سنة خير وبركة عليك يا مصعب. وإحنا كنا بنتهم الشباب بأنه هم ما بيقدروا، يعني بالنسبة لهم السنة الجديدة يعني ما ممكن يمشوا يحتفلوا بطريقه مختلفه وغيرها. انت تصوراتك للسنه الجديده ولليله تحديدا يوم 31/12 في مظاهر مختلفه للشباب هم بيحتفوا بها من خلال يعني استقبالهم للسنه الجديده، انت حتعمل شنو الليله؟ خلاص كويس برضو كلام سمين. شكرا جزيلا، شكرا لك يا مصعب. شكرا محمد ابراهيم. نقطة ضوء أمل كان عندها سؤال. أنا كنت بسألك عن إنه يعني عندكم تصور لأنه ممكن مش منظمات تشارك معاكم من خلال الفعالية، ممكن أشخاص آخرين أو مهن تانية يكونوا هم برضو مشاركين من خلال فعالية نقطة ضوء والمبادرة؟ والله المبادرة هي طبعا مفتوحة للجميع ولأي زول، هي طبعا بتجي من رغبة ذاتية، يعني من الصعب جدا إنك تقوم تكلم زول تقول له يا أخي اتخلى عن احتفالك برأس السنة عشان تقوم تجيب لنا قروش وكده وبناء، يعني هي برضو فيها أثر شديدة وفيها حب للغير شديد. الحاجة دي من الممكن إنه ما تتأتى لكثير جدا من الناس، فبالتالي ما لم تكون الحاجة دي هي رغبة إحساس. ذاتية وهي إحساس بإنك أنت عايز تعمل الحاجة دي وإنك تكون مبسوط. هو التأكيد أنا بوريك حاجة معينة، إنه الناس لما تقوم تمشي في رأس السنة بالذات هي الرمزية بتاعتها في رأس السنة، في إنه رأس السنة هو ليس وقت للعب واللهو والحفلات وغيره، من الممكن إنه يكون هو ممكن إنه الوقت ذاته ويكون هو وقت برضه لتلمس حاجات الآخرين طبعا. هو وقت لتقديم مساعدة للناس التانيين. لما كنا قاعدين نمشي السنين الفاتت كل مرة ونحن راجعين بعد ما نعمل الحاجة دي
يعني غالبية الناس اللي بيكونوا متواجدين بيقولوا يا أخي إنه ده أفضل رأس سنة إحنا قضيناه في حياتنا. يا سلام. يلا هدف الهدف الأساسي من الاحتفال برأس السنة هو شنو؟ هو العملية بتاعت الرضا الذاتي مش أو الإحساس بالسعادة. يعني دائما الزول لما يتحرك لحاجة لبرنامج ترفيهي لغيره لكده هو بينشط إنه يكون سعيد إنه يكون مبسوط. فرصة للرفاهية. أيوة. أنت لما تمشي الحاجة دي أنا متأكد إنه الناس لما تجي راجعة هم بيكونوا أكثر انبساطاً وأكثر سعادة من الناس اللي مشوا حضروا لهم حفلة بفلان الفلاني ولا بفلان الفلاني. أنت محمد قبل قلت لي هي يوم واحد المبادرة. أيوة. لكن يعني يوم واحد كون إنه يكون يوم هو حصاد لسنة كاملة أكيد ما حاجة هينة. أيوة. أكيد. ففي اليوم ده بيكون يوم مميز. يوم مختلف. طيب أستاذ محمد إبراهيم من خلال توزيعكم أنت قبل ذكرت البطاطين المواد التموينية بتوزعوا لأحياء ولناس ممكن تلقون في الشوارع ولا طريقة التوزيع بتكون كيف؟ بتختاروا الناس بتكونوا عارفين إنه المنطقة الفلانية فيها أسر متعففة كيف الزيارة بتتم؟ والله في اتصالات مع عدد من الأحياء اللي هي الناس الموجودين فيها هم حاجتهم هم أكثر حوجة من غيرهم للحاجات دي بنتصل بهم عادة وبعد ذلك هم بيكونوا مرشدين إنه يا أخي إحنا دارين نودي للناس ديل وللبيت ده ولغيره ولكده وهنا فالناس ديل عادة هم بيكونوا قريبين من الناس المحتاجين للحاجة دي فده بيكون شكل المسح الموجود يعني. محمد بنلقى إنه في ناس كثيرين يعني ممكن نصل لمجموعة من الناس لكن في أكثر حوجة من الناس دي ممكن يكونوا الآن هم بيسمعونه وفي ناس برضو ممكن يكون عندهم زي ما بيقولوا بيطلعوا حاجة لوجه الله سبحانه وتعالى سواء كانت مادية سواء كانت عينية ممكن المبادرة هي تقدر تستضيف هؤلاء الناس طبعا هي ما مفتوحة لكل زول يعني هو طبعا بيحتضن مركز راشد دياب أيوة أنا عاوز أسألك من المكان تحديدا أيوة هم مشكورين جدا في أنه كل سنة بيحتضنوها وبتتحرك منهم وأنا بفتكر حاجة معينة يا أمل أنه دائما أي إنسان عنده نسبة من الخير وعنده نسبة من الشر أنت لما تخاطي فيه نوازع الخير هو بالتأكيد حيستجيب إذا نازعت فيه إذا خاطبت فيه نوازع الشر هو برضه عنده قدرة على الاستجابة فأنت بتخاطب الغريزة الإنسانية الفطرية اللي بتكون موجودة عند الإنسان إنه هو عنده حب في إنه يقدم خير لآخرين الخير ده ممكن يتمصهر بشكل أو بآخر إذا كان مساعدة إذا كان بيجي بنفسه إذا كان بيتبرع عن طريق المواد العينية وعن غيره هي كلها مساهمة من شكل المساهمات اللي هي ممكن تخفف بشكل أو بآخر عن أسر كثيرة جدا هي أرهقت كثيرا خلال الفترة الفاتت على ذكر الخير أستاذ محمد إبراهيم دارين نشوف كيف في ناس كثيرة من الخير ممكن هي بتسمعنا الآن وبتشاهدنا وبتتواصل معنا ممكن يصلوكم كيف رقم هاتف معين ولا يجوا مركز راشد دياب يقدموا المواد العينية بنفسهم هي الحياة دي بتكون في موجودة في مركز راشد دياب كويس الناس بتجي هناك وفي ناس نوري مركز راشد دياب ذاته محل مغر وين شارع الستين أيوة شارع الستين جوار اسمه مهم بشائر للأساس جميل جوار بشائر الأساس إذا عندك ستين. ملابس قديمة عندك مواد عينية عندك كيس بتاع دقيق زايد في البيت مساهمة مالية عايز توصليها للناس اللي محتاجة اللي بيمشي لهم ناس نقطة ضوء في ليلة 31 ديسمبر ممكن توصلها مركز راشد دياب وتسأل منه في الشارع إذا أنت ما بتعرفه من خلال شارع 60 وتقدم الحاجة اللي أنت عايز تساعد بيها نسأل نمشي للعمرية معنا في التلفون ألو مرحبا يا عمرية الرباطابية التحية للرباطابية وللعمرية ولكل قبائل السودان التحية لكم جميعا مرحبا بك السلام عليكم كل سنة طيبين يا مرحبا طيب إن شاء الله تبقى سنة بسيطة مرحبا وتهدي النفوس يا رب العالمين وتصفي القلوب يا رب العالمين آمين يا رب تبقى سنة بخير وسعادة ربنا يفتح علينا فتحة مبينة يا رب العالمين امين يا رب امين يا رب يا جمال الدعوات دي من الصباح شكرا لك كثير يا رباطابيه وصباح الخير عليك وسنتك الجديده كيف بتستقبليها والله استقبلها بكل خير في روح حاجه ربنا يصلح الاعمال والناس قلوبها صفافه والناس ينبغوا عشان ربنا شايفنا نعم ربنا شايفنا
نعم تمسك فيها أربع حوالي بدينا ما في. بتفقد جيرانك؟ ها؟ بتفقد جيرانك؟ قلت شنو؟ بتفقد جيرانك؟ أنا كان جيت في الحي في الباب في الباب في الحي هي بتقول حاجة حاجة شمة اسمه شمة يا شمة يجيب لي. يا سلام يا سلام عليك. إن شاء الله دائما يعني أنتوا متكاتفين ومترابطين وإن شاء الله دائما يعني تسألوا من بعض و تفضلي. شوفي يا بالسجار والسجار الرسول قال له ما خاف الفتنة كنت ورث سجار حق سجاره. نعم شفت؟ فلازم الجار ده انا مجاور الحمد لله عن واحد كثيره شفتي؟ فاجاور معها سحالي سهله لانه بالحق اخوه ما تزال بالحق. الو ايوه معاكي سامعينك. جارك انا في الجرمان وهلي قولي في الثوره ما بيلحقني الا جارين ملاصقني. ما شاء الله ربنا يخلي لك جيرانك ودائما يعني تنعموا بالتواصل يا ربا طبيعي. يا امين يا امين يا رب. شكرا لك كثير. امين. التحيه لك وشكرا لك كثير. التحيه لكل ناس شرق النيل كمان. محمد يعني نقطه ضوء هي مبادره انطلقت وكان عندها صدى كبير جدا في نفوس الناس. العطاء هو بيكون تأثيره إيجابي على المعطي أكثر من يعني على إنك أنت تعطي. الشخص اللي بيعطي بيكون أكثر رضا وأكثر يعني تصالح مع الذات أكثر من الشخص المستقبل. اللي أنت بتمشي تديه. لكن برضو ما بننسى إنه في فرحة أخرى للشخص اللي بيكون محتاج وفي ليلة زي دي بالتأكيد وهو بيتابع وبيشاهد مجموعة من الناس اللي بتحتفي بطريقة مختلفة بيكون في شيء من نفسه. كلمنا شوية عن ردود الأفعال للأشخاص اللي أنتم مشيتوا لهم وزرتوهم وقدرتوا أنكم تصلوهم في بيوتهم وتدوهم نقطة ضوء. والله أنا بفتكر ذاته أنه الحديث في أجهزة الإعلام يعني مثلا زي قناة طيبة أو أي قناة أخرى عن حاجة إيجابية أنت قاعد تعملها هو أمر مثلي، لكن أنت عشان تقوم تنجح المبادرة محتاجة أنها تقوم تصل لأكبر كمية من الناس عشان توضح الأهداف بتاعتك. أنه يا أخي يعني انت تكون وسيط ما بين الناس المحتاجين وما بين الناس اللي عندهم قدره في انهم يساعدوا المحتاجين هي بتكون افضل انه المبادره تكون في الضوء. يعني ردود الافعال هو تاكيد يعني الناس ما قاعده تعاير ردود الافعال يعني ما قاعده تنتظر انه زول يقوم يشكرك وكده وهنا انت بتقول الحاجه وبتنسل سريعا باعتبار انك انت عايز توصل حاجه بس ما محتاج لي هنا. احيانا بتلقى انه في علاقات تكونت يا محمد يعني انت بقيت بتعرف يعني الروابط الانسانيه ممكن تبقى هي جزء كبير منها انك مشيت لزول في بيته ونحن معروفين انه شعب مضياف فبمجرد ما تدخل بيته بتبقى عندك روابط انسانيه وبتستمر يعني ما بتبقى بس في الفتره بتاعتي ليله 31 دي وبتنتهي. والله هل الحاجه دي حصلت معاكم انتم؟ لا ليه؟ نها. لانه انت لما تمشي اول شيء الناس احنا قاعدين نمشي بالليل. ايوه بالليل خالص وغالبيه الناس ممكن نقول نلقاهم هم نايمين يعني الناس ذاته ما عارفين ده راس سنه ولا ده راس خروف ولا جايهم دمنه اصلا ولا جايهم دمنه وهم ذاتهم بيكونوا اصلا ما مهيئين لحاجه زي دي. أيوة. وغالبيه الناس احنا قاعدين نلقاهم نايمين وبنصحيهم كويس فانت ذاتك ممكن ما يشوفوك كويس انت ما تشوفهم كويس انت ما يعني ما تتلم انت هدفك رسالتك توصلها بس يعني انت مرات السلام عليكم كيف اخباركم طك وتمشي طوال يعني انت ما بتعاين في ملامح ولا هم بيعاينوا في ملامحك يعني ممكن ذاته هم يكونوا ما بعرفوك كويس انت يعني لو شافوك ثاني 100 مره ممكن ما بعرف وانت ذاتك ممكن تلاقيهم لكن ما بتعرفهم نقطه ضوء يا وكنا مانعين تماما التصوير في الحاله. ايوه طبعا بس كنت حاقول لك انه انتم في 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 انطلاقتكم الاولى كان ممنوع التوثيق والتصوير حتى ولا التسليم وحتى الحديث في وسائل الاعلام يعني كان عشان ما تنتشر لكن وسائل الاعلام ممكن تكون تجيب لك زول هو بيفتش انه ممكن يعمل حاجه طبعا. خير كيف عشان هو ينضم لك ويكون معك لابد انه يعرفك لو انت سكتت هو ما بيعرف مكانك لكن لازم توصل صوتك. ايوه هو زي ما حصل في المبادره الاولى بتذكر انه واحد من رجال الاعمال هو كان يتبرع بقافله كان راعي نعم ايوه كان راعي للامسيه هو كان لما شافه في الصفحه بتاعت الفيسبوك ويتفاعل تفاعل كبير حتى السنة اللي فاتت برضو في واحدة من سيدة الأعمال هي اتبرعت بجزء كبير جدا من القافلة بمواد عينية
فيلا أداء ولقينا إنه شكل الإعلام والانتشار للحاجة دي هو من الممكن إنه يقوم يساهم في إنه المبادرة تكون كبيرة ومتشعبة ويكون عندها أثرة أكبر من إنها تكون تحت الضوء. صحيح. أستاذ محمد إبراهيم، خلينا نشوف كثير من نقطة ضوء الناس اللي موجودين فيها، الأعضاء دائما بيجيبوا حاجات من نفسهم، ممكن تكون عينية، ممكن تكون قروش، أشياء مختلفة. في ظل الظروف اللي عايشاها البلد الاقتصادية الآن، كثير من الناس نفسهم يجوا ينضموا لكن بيزعب عليهم إنه يجيب شنو، عشان هو ذاته بيكون في حوجة لكن برضو متعفف. فشكل الاحتفال السنة في جهة رعيهم معينة، زي ما كل سنة بيكون في زول معين، في زول ممكن يجيب حاجة. هو غالبية الحاجة دي بنرجع للفكرة الأساسية بتاعت الفكرة بتاعت نقطة الضوء. الحاجة الأساسية إنه الشباب القروش اللي عايزين يعملوا بها راس السنة يجيبوها. إن شاء الله 100 جنيه ده تطلع بها من بيتكم جيبها. إن شاء الله 50 جنيه أنت ماشي جيب قروشك دي لموها مع بعض كويس. في حاجة شكل بتاع إدارة مالية براها مختلفة وهي مختصة بالحاجة دي. أنت دار تشارك بنفسك، ممكن إنك تشارك. عندك ملابس بفتكر إنها من ممكن إنها تصلح لآخرين، ممكن إنك تشارك بها. عندك أي شكل من أشكال المساهمة، حتى العربية برضو ممكن تسوق لنا، حتى لو عندك أي شكل من أشكال المساهمة أنت عايز تقدر. في ناس يعني غالبي في ناس كثيرين جدا ما عندهم علاقة برأس السنة كويس. صحيح. أنا شخصيا ما قاعد أمشي رأس السنة، ما حصل احتفلت برأس السنة خالص إلا مع نقطة الضوء وأجمل احتفال يعني أي يعني انك انه في ناس ما قاعدين يمشوا الحاجه دي، فهم بيكون كل نفسه يعمل حاجه مختلفه وما قادر وما عارف حاجه مختلفه وما قادر انه يعمل حاجه زي دي. محمد، نحن سعيدين جدا بانه يكون في شباب من خيره شباب الوطن، وهم بيقدموا رساله كبيره وقويه لكل الناس، بيثبتوا لهم انه الشباب السوداني لا زال بيحتفظ بقيم انسانيه، ولا زال هو بيعي وبيعلم تماما حاجه الاخرين، وبيستطيع انه يتلمس حتى لو كانت من اشياء بسيطه جدا. شكرا لوجودك وحضورك، شكرا لنقطه الضوء لانها فعلا كانت نقطة الضوء في مجموعة من المفاهيم الخاطئة والمظلمة خلينا نقول. شكرا أستاذ محمد إبراهيم أخيرة. الصحفي، ورسالة أخيرة. الله يخليكم إن شاء الله يا رب. ورسالة أخيرة إنه أي زول عنده قدرة في إنه يقدم بشكل كويس. الرسالة دي رسالة قبل أخيرة. الرسالة الأخيرة أنا بتمنى إنه السنة الجديدة تمر على السودانيين، لأنه لاقوا ما لاقوا من عنت ورهق خلال سنة 2018، وأنا أفتكر إنها هي كانت من أسوأ السنوات التي مرت على السودان، من ندرة في المواد التموينية وغيره، وضغط رهيب جدا يتعرض له السودانيين. فبتمنى إنه 2019 يكون قدم خير إن شاء الله. إن شاء الله. أتمنى. شكرا جزيلا أستاذ محمد إبراهيم، عضو ومبادر نقطة